نقول للمغاربه بان هاد الممثلين كلهم تيقولوا ديره ما شفتوش الفيلم كله، الفيلم كله راه شفناه، الفيلم فيه ازيد من تاع الروب ديال الممارسات الخطيره والشاده وعلى مختلف اشكالها واجناسها. فما يبقاوش يقولوا حق قال لا ما شفتوش الفيلم كان له ما تحكموش لا دي لا، راه كانت حوايج خطيره جدا ورا الفيديوهات كتشوفهم تسربوا، يعني الانسان ما يقدرش يشوف نتا مع راسه.